مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، شاركونا بموضوعاتكم واقتراحاتكم على حسابنا في تويتر وأيضا الرقم الظاهر معاكم على الشاشة. قبل أبدأ حلقة الليلة نروح لأبرز عناوينها. في الربع الأول من 2018 كيف حال العقار بالسعودية؟ وش الفائدة من نظام إيجار؟ وأمانة المنطقة الشرقية تحصد جائزة الحكومة العربية الذكية. ونشوف في هذه الحلقة أيضا جمعية حماية الأسرة الخيرية تستقبل 480 حالة تعنيف من بداية العام 1439، و160 ألف ريال منحة للشباب المقبلين على الزواج في أملج، ودور مهم تقوم به جمعية البر الخيرية تستحق الشكر من أجله. بعد ترميمها ذي عين أفضل قرية تراثية بالمملكة. أوضحت المديرة التنفيذية لجمعية حماية الأسرة الخيرية أن عدد حالات العنف الأسري المسجلة من بداية العام الهجري الحالي 1439 بلغ 480 حالة، وأن الوتيرة تتصاعد واحتل العنف الجسدي المرتبة الأولى ب 210 حالة. يذكر أن الجمعية تعاني من تأسيسها من قلة الدعم المالي، وأنها تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية وتثقيف المجتمع للحد من ظاهرة العنف الأسري، وتهدف الجمعية إلى رفع مستوى الوعي وتوعية الأطفال وتوعية المرأة بمظاهر العنف وكيفية مواجهته. وينضمنا من استديوهاتنا في الدمام الدكتور عبد الرحمن القراش، عضو برنامج الأمان الأسري. حياك الله دكتور عبد الرحمن، يعطيكم العافية. احنا نبي نتكلم عن العنف، الأرقام اللي قاعدين نقراها اليوم نوعا ما مخيفة، ايش واقع هالأرقام؟ نعم بلا شك أخي عبد الله أن الأرقام التي صدرت في الآونة الأخيرة تعتبر مخيفة، لكن لو تكلمنا من حيث الأرقام إذا أردتم، ففي عام 1437 أصدر برنامج الأمان الأسري الوطني نفس الإحصائية لكنها كانت 620، يعني تعتبر الآن أقل. يعني استوينا منتهينا السنة، هذا القصد وعي اجتماعي قادم بإذن الله. يعني لا ننكر وجود العنف ولا نتهرب من المسؤولية، لكن نقول أن كل ما المجتمع يكون لديه وعي في ذلك. طيب العنف هذا يكون دائما ضد المرأة ولا ضد الطفل ولا ضد البنت؟ أول شيء أخوي عبد الله لازم يعني نعرف إيش معنات العنف. هو استخدام القوة السلطة على الشخص الضعيف الذي لا يستطيع أن يقاوم. لذلك جرت العادة اجتماعيا أن يكون الرجل هو صاحب السلطة المطلقة في البيت تجاه الزوجة أو تجاه الأبناء، فلا نستغرب أن نجد الرجل يعني يعنف الأبناء أو الزوجة يعني باستمرار سواء داخل البيت أو خارجه من أجل أنني أنا رجل أو أفرض سلطة. كما يعني لا نقص عليه كثيرا الرجل ونقول أنه هو دائما كذلك، الزوجة يكون يعني لديها شطحات إن صح التعبير تجاه الأبناء بتعنيفهم، وكلا الجانبين مخطئ. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن العنف هو الوسيلة لتقويم السلوك الخاطئ سواء كان الرجل أو كانت المرأة. فهذه النقطة يعني إن صح التعبير أن هذه الإحصائيات التي نسمعها سواء في السابق أو في اللاحق هي ما يظهر أمام وسائل التواصل أو ما يصل إلى الجمعيات على استحياء. والحقيقة أن الذي تحت الطاولة ما يعني عظيم جداً، والسبب يعود للبنية الاجتماعية التي تتخذ العيب ستارة لكثير من القضايا. ما هذا اللي أنا أقوله، يعني الآن الأرقام هذه بس اللي وصلت للجمعية، في أرقام أكبر وأخطر ممكن تكون ما وصلت، لأنه أحيانا تقول ودها يعني تهتم بعيالها زود، ودها أنها يعني تمشي الحياة زي ما يقولون.
أخي عبد الله، إحنا مشكلتنا دائما نعقد اجتماعات، نظهر أرقام، لكن كحلول ميدانية التي لا نريد، يعني لا نجدها بكثرة في هذه النقطة. نحن نحتاج يا سيد الكريم إلى الرعاية المنزلية تامة، ولا تتأتى إلا بالوقوف على المسببات المنطقية للعنف. يعني لو لاحظت أن الرجل له مسببات خاصة والمرأة لها مسببات خاصة، وكذلك هناك مسببات مشتركة بين الاثنين، فمن على ضوئها يكون العنف. يعني لو جئنا للرجل وننظر لأحد المسببات التي يرى يعني يراها المختصين أنها تدعو العنف، هي التنشئة الخاطئة للرجل في يوم من الأيام، يتوقع أن العنف والقوة هي الوسيلة يعني الفضلة للتربية، فيريد أن أبناءه يعني يسيرون على هذا النهج، يعنفهم ليصبحوا مثله. ما هو يا دكتور، هذا اللي أنا أبغى أوصل له. يعني أنا أبغى أربي الولد الآن، لازم أني أشد عليه، لازم أني أضربه، هذا شيء يعني موروث. أنا ما أدلع على قلبه. أنا أتفق معك أخي عبد الله، أنا ضربت لك فقط مثل واحد. كذلك ممكن يكون العامل اقتصادي يعني في البيت، يعني صحيح. تكون ميزانية الأب أو ديون أو خلافة، فعندما تكثر الطلبات داخل البيت يهرب صحيح. الأب والزوج بالعنف سواء لفظي أو جسدي. كذلك ربما شعور الرجل بالضعف أمام المرأة، ما يستطيع يقاوم يعني قوتها أو سلطتها عليه، فيهرب إلى العنف الأبناء. بينما لو نظرنا للجانب الآخر للمرأة وما يختص بالمرأة من العنف، أحيانا العامل النفسي له دور كبير. إذا كانت دائما تشعر يعني بالإهانة والانكسار أمام الرجل، حتى الأبناء نفسهم يعني يرون ضعف أمهم أمام أبيهم، فإنهم مباشرة سوف تحاول أن تكون نتيجة عكسية، تريد أن تظهر القوة عليهم فتعنفهم. طيب هناك سبب يعني ربما البعض المختصين يقولوا على استحياء المرأة بعادتها، يعني يكون لها ظرف شرعي نهاية كل شهر، بالإضافة إلى بعد الاكتئاب بعد الولادة، كلا العاملين يسببان يعني نقص في التركيز لدى المرأة. لا نتهمها بالجنون وخلافة فيزعل علينا الأخوات المستمعات، لكن نقول أحيانا عدم إدراك الموقف الذي تقف فيه أمام أبنائها بتعنيفهم وضربهم، لأنها تكون نفسيتها تعبانة. أحيانا يكون هناك سبب مشترك بين الرجل والمرأة، يعني أحيانا يكون الزواج في سن صغيرة، عدم إدراكهم لأهمية وقيمة الأبناء وتربيتهم يعني لزمانهم. أحيانا يكون الطلاق يعني أحد العوامل التي تجعل أحد الزوجين يتسلط على الأبناء بالتعنيف. نحن كمختصين لو قمنا بدراسة شاملة ووضع هذه المشكلات أمام المسؤول، يعني أنا يعني بالمناسبة خليني أقول لك، أعبر لك عن فرحتي فضل. بتعيين الدكتورة تماضر الرماح لسبب واحد، لأن المرأة إذا وقفت على مشاكل المرأة سوف تكون أكثر مصداقية في إيجاد الحلول. طيب أنا بس بروح الجانب أنت ذكرته، قلت أنه في فترة في الشهر عند المرأة تكون يعني نفسيتها، بس انه مو معقول انه يعني كل شهر تضرب العيال وتمصعهم وفي الاخير تجي تقول لي اصبر عليها، مو معقول. ها لا اخي، يعني هي بتصير تستخدمها اذا ترى انا الفتره هذه والله يعني بتمحط العيال، حرام يعني. اخي عبد الله، انا ذكرت لك، قلت لك بعض النساء ربما يكون لديها هذه المشكله. انا ذكرت لك ان احيانا تكون حالات اكتئاب تمر بهذه الفتره تصيب المراه، يعني فتكون عنيفه في ردودها حتى مع الزوج لا يتحملها في هذه الفتره، فتكون هي ربما عنيفه معه في ردودها. نحن لا نقول كل النساء، ولكن نقول البعض ربما يكون هذا احد المسببات العنف لدى المراه. لكن الرجل للامانه يعني يقول يعني ليش انك تصيرين عنيفة وليش كذا كذا، خليك ريلاكس، خليك باردة، المفروض ما تسوين كذا. وربما يتخذ هو معها اسلوب العنف انها ما هي مهتمة فيه وما يدري بهذا العذر. طيب فنحن نحتاج يعني ما ذكرت لك ان نقف على كافة هذه المسببات، ندرسها دراسة كاملة، نجد الحلول في ضوئها. طيب الكلام دائما من قبل مختصين امثالك يا سيدي اللي نستفيد منهم، يجي يقول لك اذا تهاوش الرجل وزوجته لازم يروحون مكان منعزل ويتهاوشون بعدين يرجعون للأطفال ما يبين. ما الهوشة جت في المكان اللي فيه العيال وش السوات؟
أحسنت بارك الله فيك. إيه؟ هذا جدا سؤال وجيه. نحن لدينا مشكلة يا عزيزي فيما يسمى بالتأهيل ما قبل الزواج والتأهيل ما بعد الزواج، بمعنى أن دائما يركزون على المتابعة الطبية ما قبل الزواج ونسوي فحص ما قبل الزواج وكذلك ارخصوا لنا المهور وسووا لنا كذا وكذا والتكاليف، أوكي متفقين على هذا، لكن هل أحد قال أن المشكلات الزوجية التي تحدث أنها تحدث قبل الزواج مباشرة؟ لماذا؟ لأن الرجل والمرأة عندما يقترنان يأتيان من بيئتين مختلفتين، صح، فيصبان في مكان واحد، كل منهما لديه ثقافته ولديه عيوبه ولديه حسناته، هذه عندما يجتمعان مع بعض كل منهما يريد أن يفرض رأيه وسلطته على الآخر سواء بالقوة وخلافه سواء أمام الأبناء وخلافهم، لكن لو فرضنا فرضا أن يكون هناك شرطا لإتمام هذا الزواج الالتحاق، وهذا ما نعوله على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يكون هناك شرطا مع وزارة العدل أنه لا يتم عقد القران ما لم يحضر الزوجان أو المقدمان على الزواج شهادة بإتمام دورة التأهيل ما قبل الزواج. لماذا؟ لأن كل منهما سوف يتعلم كيف يتعامل مع الآخر. نحن لا نقول أنه والله أن ترى بتتهاوشون في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، لا، على أقل تقدير نعطيهم الخطوط العريضة كيف تتعامل مع الخطأ، كيف تتقبل الخطأ، متى ترد ومتى تحجم، هل أنا أرد وقت غضبي أو صحيح. دون ذلك صحيح. يعني نحن نريد أن نعطي استراتيجيات للحلول والتعامل مع الأخطاء. طيب احنا قاعدين نتكلم عندكم في برنامج الأمان الأسري وأغلب الجمعيات الخيرية وأيضا الوزارات المختصة يجي يقول لك العنف، في عنف يا سيدي لفظي، ممكن أنه تضرب الطفل أو تضرب المرأة عندها أهوى من بعض الكلام أحسن. اللي يعني ممكن يأثر عمر، فهذا العنف ليش ما هو مذكور عندنا؟ وهل هو زايد وأكثر من العنف الجسدي ولا لا؟ أنا أتفق معك أخي عبد الله أن العنف اللفظي يسقط سهوا وربما متعمدا، ودعني يعني نقول هذه الكلمة صحيح. في الجمعيات المهتمة بشأن الأسرة. لماذا؟ لأن العنف اللفظي لا نستطيع حصره. يعني الأب تكلم على الأم أو على الأبناء داخل البيت، هل يحتاج مني أني أسجل كل ما قال الأب وكل ما قالته الأم؟ صعب، لكن الخطوط التي وضعتها الوزارات والجمعيات المعنية بذلك لاستقبال اتصالات حتى هي لا تستطيع أن تعطيك حلا جذريا لهذه المشكلة. صحيح. فمثلا لو اتصلت البنت أو الابن قال والله والدي دائما يتلفظ علي بألفاظ نابئة أو ألفاظ سيئة، أشعر بانكسار داخلي، أشعر أن حتى أحلامي تحطمت بسبب أن أبي أو أمي دائما يهينني بالكلام. أيوة ما في حل. أنا أحسنت، هم دائما يعطون استراتيجية واحدة وهي بر بأبيك وأمك مهما قال، وهذا أكبر غلط. أنا لا أقول لا بر بأبيك وأمك، لكن أحيانا نحتاج من الجمعيات والجهات أن تكثف التوعية داخل المساجد داخل المدارس داخل الجمعيات المراكز في الأحياء كيف يتعامل الأب مع أبنائه والأم صحيح. مع بناتها صحيح. لماذا يا سيد الكريم؟ لأن هؤلاء الأبناء والبنات وخذها مني قاعدة هم بذر نضعه في الأرض ونغرسه ونعتني به، وكلما اعتنينا به عناية كاملة سوف نجني ثمارها مستقبلا، لكن إذا كان الأب والأم دائما يسقونهم بالكلام النابي والكلام الخاطئ فسوف تجده على ألسنتهم، سوف تراه في سلوكهم، يعني كل هذه ستنعكس ربما سيد الكريم إن سمحت لي بذلك سوف يأتي مستقبلا يتزوج ذلك الابن المعنف ويعامل زوجته بنفس الأسلوب لأن كان يرى قدوته صحيح. كذلك البنت عندما ترى أمها تتعامل معها بعنف سوف يأتيها أبناء في ذلك. خلينا نروح للعنف من ناحية ثانية، نسمع بالعنف ضد الرجل وكلنا مستحيين من الكلام في الموضوع هذا، بس إن شاء الله عندي الشجاعة أني أتكلم عنه. لا يعني في عنف ضد الرجل، أحيانا رجل يعني يأخذ على رأسه أحيانا. أنا أقول لك يا سيد الكريم هي سببين فقط خذها مني. السبب الأول ربما ضعف الرجل أمام القدرة المالية
للمرأة. يعني إذا عندها دراهم الرجال يكون نعم شوي مرخي. لماذا كثير من الأشناب ما شاء الله اللي ركبوا جموس وسيارات ترى من أكتاف زوجاتهم، لازم نؤمن بالشيء هذا، فلذلك يشعر بالضعف أمام هذه القدرة المالية. يعني حتى لو تهينه ما يفتح فمه، ويأتي من الخفاء ويقول زوجتي تعنفني. دكتور انت تمون على الرجال واجد، واضح انك تمون عليهم واجد في هالكلام. السبب الاخر سيدي الكريم ان بعض الزوجات زي ما يقولون تشد ظهرها باهلها، بمعنى ان الرجل يكون ياتي من بيئه لا يكون التواصل الاجتماعي فيها قوي، بمعنى انه ربما يكون هناك قطيعه بينه وبين اهله، بينه وبين اعمامه اخواله، فلذلك دائما يكون تواصله مع اهل الزوجه في مناسباتهم طلعاتهم نزلاتهم. فالزوجة تشعر بالقوة إنه ما يقدر يستغني لا عن أهلها ولا عنها. ربما يكون توسطوا له، ربما ساعدوا، فهي تشعر بالزهو في ذلك، ربما لو عنفته وقتها ما يفتح فمه. أما المسببات الأخرى أنها قوية البنية وخلافه فهذه نادرة، لكن السببين الذين ذكرتما لك هي المنتشرة، ولو بحثت في حقيقة بعض الرجال تجدها فيهم. أنا شاكر لك ومقدر الدكتور عبد الرحمن القراش، عضو برنامج الأمانة الأسري من الدمام، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. فازت أمانة المنطقة الشرقية بجائزة الحكومة الذكية العربية في دورتها السابعة لعام 2018 والمقامة في جمهورية مصر العربية. هذا كان من خلال مشاركتها بتطبيق مدينتي للهواتف الذكية. يذكر أن الفكرة انبثقت من خطة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لتفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية بوكالات إدارات وبلديات أمانة المنطقة الشرقية، حيث تعتبر المسابقة موجهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية وتكريم أفضل الصفحات والأدوات الإلكترونية اللي تصممها وفقاً اللي يتم تصميمها وفقاً للمعايير الدولية لمواقع الحكومات الإلكترونية الذكية. ومن الدمام ينضم لي هاتفيا الاستاذ محمد الصفيان المتحدث الرسمي لامانه المنطقه الشرقيه. حياك الله استاذ محمد. الله يحييك يا عبد الله، يحييك ويحيي جميع الساده المشاهدين. حياك الله، حدثني بس عن هذا الانجاز، ويعني متى كانت بدايته؟ طبعا امانه المنطقه الشرقيه ليست الجائزه الاولى ولا الاخيره ان شاء الله تحصلها على نصف الدول العربيه ونصف العربي. طبعا هذه جائزة درع الحكومة الذكية العربية، هو درع التميز الذهبي عن تطبيق مبادرة عملتها أمانة المنطقة الشرقية مدينتي. وطبعا هذه الجائزة تأتي بالتعاون مع المنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية في دورة العاشرة في القاهرة. طبعا أمانة المنطقة الشرقية فازت بهذه الجائزة للمرة الأولى بعد منافسة طبعا العديد من الجهات الحكوميه من الدول العربيه. ولا شك اخي عبد الله ان هذه الجائزه تاتي ضمن توجهات الامانه في التحول الى التعاملات الالكترونيه. كذلك ضمن استراتيجيه الامانه الرقميه المنبثقه من برنامج التحول الوطني 2020، كذلك ضمن رؤيه المملكه 2030. طبعا تحقيق الامانه هذا الجائزه جاء بدعم واهتمام القياده الحكيمه من مختلف القطاعات، ومنها القطاع البلدي، وامتداد المبادرات ايضا رؤيه 2030 والخطط للتحول. تطبيق مدينتي يعتبر بس انا قبل نتكلم عن التطبيق، انا ودي اعرف انتم من كم مشارك حصدتوا هذه الجائزه؟ كم كان متنافس عليها؟ طبعا المشاركين عدد كبير من الدول العربيه، عدد كبير من الدول العربيه شاركوا معنا من الاجهزه الحكوميه، والحمد لله حصلنا على هذه الجائزه. نعم، فلم تكن يعني لم تكن هذا لم يكن هذا الفوز الا جاء بجداره سحقته الامانه من خلال هذا التطبيق. نعم، عشان نعرف التطبيق هذا ونعرف الناس عليه، وش هذا التطبيق؟ تطبيق مدينتي. تطبيق مدينتي هو طبعا يوفر العديد من الامكانيات للمواطنين والمستفيدين، منها عرض واستكشاف خريطه المنطقه الشرقيه، تنفيذ عمليات الاستعلام، استخدام بيانات المكانيه الوصفيه، يتيح لجميع المستخدمين امكانيه الحصول على الاستفسارات، على الاعتماد على المعلومات المتاحه في قاعده بيانات جغرافيه.
هل هل, هل هل هذا التطبيق الان مفعل وقاعدين تشتغلون عليه في المنطقه الشرقيه؟ مفعل طال عمرك، موجود على التطبيق ايضا على الجوال ايضا. والناس قاعدين يستخدمونه بشكل دائم ان شاء الله باذن الله. طبعا في استخدامات لها، ولكن من خلال ايضا الزوار الموقع بامكان الحصول على معلومات اكثر. انا اعرف ان مشاريعكم الالكترونيه كثيره جدا، يعني فيني اعرف المشاريع القادمه للامانه خصوصا في التطبيقات في الخدمات الالكترونيه للناس، بحيث انه ما يجيكم يكون من بيته مخدوم. طبعا الأمانة تسعى الآن لعملية التحول الرقمي، وهذا التحول الرقمي طبعا برنامج ما يدعم من ويتابع من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ومسؤول نائبة من أجل تخفيف الأب عن كاهل الناس في عملية مراجعة البلديات أو مراجعة الأمانة في عملية الحصول على كافة المعاملات أو المعلومات التي يحتاجها، سواء في الاستثمارات سواء في الرخص المهنية. يعني الرخص المهنية كان يتابع فيها البلديات، الآن يقدر يحصل على الرخصة المهنية وهو جالس في مكتب. فبالتالي أصبحنا الحمد لله قدمنا معلومات. بس إذا تسمح لي أستاذ محمد، الآن إذا صرت أنا بفتح محل في المنطقة الشرقية أقدر أخلص أموري كلها بدون ما أجيكم؟ بدون ما تتراجع الأمانة طال عمرك، في مكاتب أهلية الآن موجودة، مجرد أنك تعبي الأبليكيشن ترسل لهم، هم طبعا لهم إجراءات معينة مع الأمانة، ثم يرجع لك الأبليكيشن، ثم يعطيك سداد تسدد المبلغ، ثم تحصل على التراخيص. وقد أصدرنا عدد من التراخيص بهذا الشيء ولله الحمد ضمن بادرات الأمانة في التحول الرقمي. احنا شاكرين لكم بصراحة هذا التحرك وهذه الجائزة، مبروكة لكم، في جهد كبير من قبلكم في الأمانة. شاكر لكم مقدر أستاذ محمد الصبيان المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية. العفو يا سيدي. قدر مختصون في مجال العقار أن إطلاق برنامج إيجار مؤخرا بيخفض أسعار العقار والإيجارات في الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 15%، وسيحد من التلاعب في الأسعار، إضافة إلى وضع حد للشقق ذات الإيجارات المرتفعة في بعض المناطق في المملكة. توقع عضو شبكة برنامج إيجار الأستاذ عبد الرحمن السماري أن برنامج إيجار يحمل حزمة من التعديلات التي طرأت عليه خلال الفترة التجريبية الماضية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، فيما تتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة منها العمل على تسجيل عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية. وينضم لي هنا في الاستوديو المطور العقاري الاستاذ خالد الجاسر. حياك الله استاذ خالد. الله يحييك، يعطيك العافيه. عافاك الله. المكاتب العقاريه من اول عندهم مشكله، هو شغلته بس ياخذ سعي ويعرف الزبون على الشقه ولا الوحده السكنيه وبعدين يفتح الله، ما نقابله الا في التجديد. الان الامور اختلفت مع ايجار، وش الاختلافات الجوهريه اللي بتفيد كل الاطراف الثلاثه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد باللقاء بكم أخي فاضل، وبرنامج مميز وانتقاء مميز. ما يخص موضوع الفرق ما بين كان سابقا والحالي، هو أنه أصبح العقد الآن عبارة عن سند لأمر، وسند الأمر قانونيا أنه يستطيع الحكم على المتلاعب غيابيا حتى لو كان غيابيا. فمسألة أن يتهرب المستأجر من الالتزام بالعقد كما جاء بالعقد بنود العقد، يعتبر الآن يستطيع أن يحصل على الحكم وإيقاف خدماته مباشرة في حالة مماطلة المستأجر. الإشكالية بالموضوع اللي كان صاير سابقا هو دور الوسيط بأن يرتب العلاقة ما بين المالك والمستأجر، اختلفت الأمور إلى حد ما، فكانت توضع شروط سواء كان يضعها المالك أو يضعها المستأجر، وتختلف بآلياتها وطول أمد العقد وإلى آخره. جاءت فكرة وزارة الإسكان بأن توحد عقد موحد يكون عام للجميع، يحمل بنود محددة حتى لا يكون هناك كثير من اللغط بين ما يعتقده المالك وبين ما يعتقده المستأجر. اشتغلت الوزارة مع وزارة العدل عشان يكون هذا العقد عقد صدقي، ما هو بعقد نقدر نروح شرطة وطلع من الشرطة هي كليهما صدقي، لكنه بس الأول العقد الأول نقدر نقول
شوي رخو وبعدين مع المستأجر، يعني أنا أقدر أني ما أسدد وأتأخر عليك وأنت تروح طول الوقت وأنت بين الشرطة بين الأحوال المدنية بين المحكمة بين ويجيبوه وصلت دعوة ولا ما وصلتها، الآن ما فيها الكلام. أو أن يخرج ولا يكون هناك سبيل للحصول على عقارك إلا بلجنة من الداخلية ومن الإمارة هذا اللي نقول ممثل مستأجر ممثل إلى آخره، فكانت العقود تعتبر ضعيفة الآن أصبحت أقوى بكثير، يعني اختلاف 100% عن السابق، لكنها لا يعني أنها مكتملة، يعني هناك بعض الملاحظات يجد طبيعة الحال الآن نعم، يعني إذا غيرت أي شيء أي بند في هذا العقد الموحد اللي تحصل عليه من برنامج إيجار يعتبر لاغي يعتبر باطل، وبالتالي لا لا يعتبر باطل ولكن لا تستفيد من الميزة اللي أعطاك إياها هذا النظام سند. وهو أن يكون سندا لأمر، وبالتالي سابقا كنت تستطيع أن تقول أن تفرض على المستأجر أن يغير أو أن يرمم أو أن يفرض عليك مدة محددة تكون محددة يعني، وبالتالي أن تغيرت الأمور كثيرا. قضية أني أنا قرأت الخبر اللي نزل عن أنه سيؤدي إلى انخفاض العقارات، لا أعتقد أن سيؤدي إلى انخفاض العقارات بل سيؤدي إلى انخفاض قيمة الإيجارات بل سيؤدي إلى الحد من التلاعبات، أنا أتفق مع ذلك تماما. بس ما في انخفاض، أما مسألة انخفاض يحكمها أمور أخرى عوامل أخرى منها الرسوم الأخيرة على العمالة الأجنبية وغيرها من الأمور اللي والله أنتوا العقاريين تطلعون 100 حل عشان ما ينزل العقار. لا احنا انا اشوفكم بتويتر اشوفكم ما ينزل، يعني اذا كان كذا قال لا في دعم كبير وانه العقار مرتفع، طيب وبعدين نزل ما في فلوس لكن في العقار لا زال مرتفع وفي اصول ماليه، يا جماعه الخير متى ينزل؟ طيب انا كصاحب شركه مجموعه اماكن الدوليه اتمنى من الله ان ينزل العقار. عجيب. اي نعم. لسبب. واقف الشغل لسبب لا لا لسبب ان دوران بيع العقار وتاجيره هو يحقق لي الربح وليس بيع عقار بذاته. صحيح. انت وبالتالي مساله شغلك مو تاجيري فقط كثر ما هو بيع وشراء في اراضي وبالتالي نعم افضل لي من عقار جامد يكدس الاموال ويوقف الحركه فيها. صح. بالعكس متى ما كان العقار يدور بتحرك سواء كان بربح معقول افضل من ان يكون بربح كبير ولو بعد 10 سنوات 5 سنوات. طيب انا بستغل وجودك برجع لموضوع ايجار، بس انه بستغل وجودك عندك شركه عقاريه وشايف السوق، اذا دخلت التطبيقات اللي فيها بيع وشراء تلقى العروض كبيرة جدا، الأسعار مقبلة إلى نزول أكثر ولا إلى ثبات ولا إلى ارتفاع؟ الاتجاه العام إلى النزول. الاتجاه العام إلى النزول وهو ذا ولمبررات ليس بالضرورة أن يكون لها، من ضمن أدوارها ضبط مسألة إيجار ولكنه هذا سيكون أثره إيجابي ليس سلبي. بالطبع. لكن أكبر مبررات هو خروج العمالة اللي كانت مهملة بالسابق الآن وتنظيم وضع السوق وإعادة صياغة السوق بطريقة تلبي فعلا احتياجات السوق الفعلية، والفراغ اللي سيتركونه سيؤدي إلى انخفاض العقارات. طيب بس إنه ما كانوا متملكين، أنا نبعد عن الإيجار شوي، أنا أقصد نعم. إنه في البيوت وفي الأراضي نعم ما كانوا متملكين، بس الأسعار نزول، بس نزول بسيط ما هو باللي تتوقع. قصدك إيجارات الفلل؟ أنا أتكلم على الآن البيع والشراء. البيع والشراء إيه اللي أنتوا عندكم كمكاتب هو الأفضل لكم والأفضل أصلا حتى للبلد إنه نعم. الدورة تمشي، لكن نعم. الفكرة إنه العقار لا زال الآن ثابت يعني أو نزول بسيط، هل مقبل إلى نزول أكثر الأراضي؟ المتوقع أن يكون الطبيعي أن يكون هناك نزول ليس في العقار بل بكل شيء الطبيعي أمام المتغيرات بالسوق العقاري، صار لنا قرابة 5 سنوات هنا قرار تلو قرار تلو قرار، وكان هناك المتطفلين على السوق العقاري ومعروفين بالسوشيال ميديا انهيارات بانهيارات ويعشمون الناس انهم كانوا هم سبب في ان الركود الحادث اليوم، هم جزء من السبب وبالتالي الوضع النزول العقار هذا وارد ليس فقط بالعقار بل معظم منتجات. والحديث عن انهياره اصبح اليوم تحصيل حاص وليس موثوق بالحديث عن هذا الموضوع، لانه غنى بها كثير من اهل السوشيال ميديا كسبا للعلاقات، يقول ان يقول انا موجود، ولكن للاسف اساء لكثير من المواطنين اللي كان بامكانه يحصل بدون دفع مقدمه بتمويل عقاري اصبح ب 30% ثم نزلت 15% واليوم لا يستطيع ان يقدم الدفع المقدمه للمواطن للحصول على التمويل من خلال جهه تمويليه سواء كان بنك او غيره. حديث الناس انه انهيار العقار مو بقصدهم انه الاقتصاد في العقار انه يخرب، لكن هم يتكلمون عن الناس انه خذها الارض وخلاها، خذها 2401 ها مثلا خذها وحطها والحين وصلها العمران صارت 3000. نعم. هذا اللي الناس تقول يا ليت ينهار العقار عشان الادمي هذا اللي قاعد مخليها، هو مو بخسران، لا عنده عامل ولا عنده تجديد اقامات ولا عنده موظفين سعوديين ولا عنده السعوده، هذا اللي الناس تقول انه
ليش انه هذا الشخص مرتفع العقار؟ لا تقول لي رزق من الله، ادري انه رزق من الله، لكن ايضا ما هو معقول انه تكون الارض غير محيات ويكون هذا وضعه. طيب انهيار العقار ليس في صالح احد ولا في صالح الدوله ولا في صالح المواطن اللي يرغب بالحصول على المسكن. عجيب طبيعه الحال. لان عالميا العقار مربوط باقتصاد كل دوله، فكلمة انهيار علينا نبحث عن عبارة بديلة عنها، كأن يكون ركود على الأقل. خلنا نقول ركود. وبالتالي هؤلاء من تتكلم عنهم اللي شرى بثمن بخس ولنقول بريال المتر ويبيعها اليوم بثلاثة آلاف ريال، هؤلاء لن يضرهم شيء إلا شيء واحد، رسوم الأراضي. إذا فرضت الرسوم سيتأثرون، وهؤلاء مهما فرضت ومهما دفعوا من رسوم لن يكون تأثيرهم كما اللي شرى العقار بألف والآن يسوى ألفين، ثم يخاف على هالألف ريال تروح، بينما اللي شراه بريال مهما عملت لن ينزل مستوى الأرض إلى ريال. إذا, إذا, إذا كانت رسوم قاسية شوي لا لا، بل يجب أن يحيي، يجب أن يحيي داخل الحدود العمرانية. أيوة. يجب أن يحيي العقار ويعطى لمت معين، إن لم يحيي العقار لا يقول يسحب، لأن المصلحة العامة. نحن أنا عضو في لجنة نزع الملكية الخاصة المنفعة العامة للوزارة. أو صدق أنت عقاري يا أستاذ خالد؟ أنا هذا الكلام ما يقول عقاري. والله أنا عقاري. أي بس يعني إنه. ولكن يهمني ويهمني المواطن أكثر من العقار، وبالتالي أقول لك يا ليس مسألة نزع، أنا عضو في نزع الملكية الخاصة المنفعة العامة. للوزير الحق في نزع العرض متى ما رأى فيه مصلحة للمواطن من خلال وزارته. مثل شركة وزير الإسكان، وزير الكهرباء، وزير النقل، وزير الإسكان، وزير كذا، وبالتالي ما عليه إلا أن يطلب بنزعه بخطاب رسمي وتنزع دون الرجوع لمالكها. وبالتالي يعوض من خلال لجنة، نحن دورنا نقوم بتقييم هذه الأرض. طيب اللي بيشتري ينتظر شوي ولا يشتري الآن؟ السكن واجب، بل هو ركن في العقار. اشتر وانت نايم بالسكن. سكنك. أما الاستثمار تريث. الاستثمار تريث. نعم. لكن السكن واجب عليك. أنك واجب أصلاً لأنك مستأجر. لأنه أمان بعد الله، لا قدر الله أي شيء يصيبك. البنك كل ما تقادم عمرك أو الجهة التمويلية لا تعطى تمويل، لا تعلم ماذا اللي تكون عليه ظروف، قد ترتفع يوم من الأيام. في حال وفاة أيضاً. في حال وفاة. يسقط الـ لا، هذه العبارة يغني بها البنوك، وهم يؤمنون على حياة المقترض. وبالتالي شركة التأمين الأموال، وهذا غير شرعي، تدفع تعيد المبلغ كاملا إلى الجهة التمويلية. بس الرجال مات يعني عياله يطردون خلاص الرجل. ما في شيء اسمه خلاص أمام القطاع الخاص، ما في شيء اسمه خلاص. في شيء إنه في عقد موقع بين الطرفين. إذا كان سيتنازل الجهة التمويلية فهذا حقه. لكنه مسألة إن يقول يغنى بعبارة إنه أنا أتنازل عن القرض في حال الوفاة، فتأكد إنه لن يتنازل البنك، بل هي شركة التأمين الأموال هي من تدفع هذا المبلغ. طيب نرجع للبرنامج إيجار. برنامج إيجار بيكون تأثيره على السوق إيجابي، لأنه العقد سند لأمر. صحيح. مشكلة العقد هذا أنه إذا ألغيت أي شرط أنه بيكون عندك مشكلة، أنه يرجع كعقد عادي. نعم. النزول اللي صاير في العقارات، أنا أتكلم ترى عن جدة، لو تشوف المؤشر العقاري في نزول كبير. طبعا. في الرياض أيضا في نزول كبير. هل هذا كله نرجع لأنه العمالة؟ ما العمالة في أحياء معروفة. نعم. النزول هذا مو معقول أمام هالمتغيرات بالسوق من رسوم وغيرها والتزامات جديدة ومخالفات، حتى على سعر، حتى على نسمع، حتى على الجوال، وحتى هذه كلها لها دور في أخذ من راتب المواطن. ولذلك أنت القوة الشرائية تصبح ضعيفة. فأنت كمستثمر شو تسوي؟ وبالتالي بدل ما أخذ أنا فيلا كمواطن أستأجر شقة، فهمت علي؟ وبالتالي يصبح الأمر إلى حد ما معقول، سمي ريزنبل. المسألة أني أنا كتاجر علي أن أتفاعل مع السوق، اذا ما كان عندي نفس اني انزل بالقيمه الايجاريه على ان اتفاعل مع السوق، اما ابيع عقاري او اتنازل وانزل القيمه العقاريه الايجاريه. في كان الفتره الماضيه اذا تذكرها كان في موضه الفلل الكراتين، سمعتيها؟ نعم. هذه ان الواحد شراها وتورط فيها، ولذلك هو صار ياجرها، فصار ياجرها بثمن بخس لانه متورط مساكين. هل هذه النظرية صحيحة من الأسباب اللي ممكن تنزل العقار؟ مسألة أن ينزل العقار لأنه لم يشطب التشطيب المناسب. هذه واردة، ولكن إشكالية بالموضوع كيف نعالج مشكلة التشطيب الرديء؟ عن طريق تفعيل دور الضمان، ضمان المقاول للعقار لمدة 10 سنين مثلا قدام. يجب أن يفعل، وخاطبنا وزارة التجارة عدة مرات، تكلمنا بوسائل الإعلام أنه على وزارة التجارة تحكم وتفعل دور الضمان. إذا قال أنا ضد النمل الأبيض لمدة 10 سنوات، عليه أنه يلتزم الجهة الضامنة بهذا الأمر. الإشكالية أنه يضيع الآن. وش الوضع؟ الوضع الآن ممكن يقدم لك أي مقاول الضمان،
والمقاولة قد يكون أخذه من الباطن وآخر تسعى مقاول إما أنه توفى خارج البلاد لأنه كان أجنبي أصلا غير سعودي. طيب وبالتالي المفروض أنه على المطور هو أن يكون ضامن لهذا العقار لأن المطور إما أن يكون فرد سعودي أو أن يكون كيان معنوي. طيب أنا بكون صادق معك بزيادة، أنت مصدق أن فيه يعني عندنا اللي يبنون الكراتين ذي أبو 10 و5 فلل وأنه مطور صدقي يعني مو مطور؟ أنت يعني هذا رجال بقول لك هذا رجال أخذها الأراضي من أول وبعدين بناهن كذا وخلص قال لك أنا مطور عقاري. مطور العقاري عنده التزامات، عنده شغل، عنده مكاتب، ولا لا؟ صحيح، بس أنت يعني في ناس قاعدين. أنا أتكلم عنك أنت يا وزارة التجارة ويا وزارة الإسكان، أنت من جعلته مطور؟ أنت من صنعت من هذا الشخص العادي. نعم اللي مطور. لماذا لا يكون في هيئة المهندسين نظام الكودينج اللي الآن اعتمد أو صار له فترة ملزم بتطبيق هذا الكود؟ وإذا طبق هذا الكود طبق بكواليتي عالي، وإذا عرف إنه سيرجع له لو بعد 10 سنين طبق الكواليتي عالي جدا. وبالتالي أنت من يخلق المقاول الرديء أو من يخلق المقاول المسؤول. إذن نقول أنه شريك في صنع المقاول الرديء والمشاكل العقارية اللي صايرة في السوق العقاري الوزارات المختصة، نتكلم على وزارة الإسكان وزارة التجارة. لا شك وزارة الشؤون البلدية والقروية. عجيب. نعم هي من يقلل. إذن أنا تجعل مني أنا أهتم ولا أهتم. عندك 5 مليون تقدر تسوي لك 10 فلل من هالكراتين هذه تورط الناس تطلع من السوق تروح تحط الاستثمار هذا المبلغ اللي اخذته 10-15 مليون مكسب تطلع في مكان ثاني ولا حد يسألك. ولذلك ماذا فعلت وزارة الشؤون البلدية لمعالجة هذا الموقف؟ صار لها مكاتب استشارية معتمدة لديها هي تقيم أداء المقاول أثناء البناء وفي كل مرحلة من المراحل. هذه موجودة الآن إذا صرت تبني تقدر تجي تناديها. الآن الرخصة الآن ليست كالسابق، تغيرت الأمور. لا أحفظ النظام بالضبط، ولكن هناك آلية الآن من الأمانة حتى تستلم فسح البناء يجب أن تمر في مراحل. حتى المكاتب الهندسية لها أرقام محددة تعطي على كل مراجعة العقار. أنا كشخص الآن أبشري بتقول لي أنت الأساسات طيبة، تقول لي الكهرب والموية زينة والسباكة والأمور مرة كويس، أجي أتفاجأ في الأخير أنه كل هذه مضروبة. ولذلك دور الضمان هنا يأتي. إذا سلمتني شيء مضروب معناته أنت ملتزم بالضمان بأنك تعدل لي هذا الأمر. بل الإشكالية الأكبر من ذلك أنك أنت أخذها من جهة تمويلية والعقار باسم الجهة التمويلية، وأنت كمواطن ساكن هذا العقار وعندما تخاطب المقاول على الضمان يقول أنا ما علي خلي البنك يخاطبني، البنك يهمه أن استقطع قسطه ما علي منك. وبالتالي الرابط من هذه وهذه يجب أن يكون لها حل. وبالتالي أقول هناك كثير من التداخلات بالموضوع إن لم تصحى فيها وزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة الإسكان ووزارة التجارة سيستمر الحال. لذلك أنت من تصنع مقاول المميز أو الرديء. طيب إذا جينا نتكلم على الإيجار، في أنا رجال بستاجر لكن عيالي يضغطون علي أني أشتري بيت المبلغ كبير جدا ما أقدر عليه، والأجار قاعد يمشي الأمور بشكل جيد، ليش ما أستمر بالأجار؟ لأن الله يعني يفرجها، ليش أني أضغط نفسي وأخذ نص راتبي زي ما يقولون كثير من الحسابات في تويتر؟ لا تضغط نفسك وتخلي نص راتبك مرهون للبنوك 24 إلى 30 سنة أحيانا. صحيح. إيش رأيك في هالكلام؟ هذا الكلام ذا إيجابي؟ متى ما استطعت أن تشتري العقار حتى لو ضغطت على نفسك فيلا سكنية الحياة اشترها. أو شقة. لا 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 يجب أن نقول إلا أسكن بفيلا أو لا أسكن. خل هناك شقق دورين، هناك شقق كبيرة، هناك شقق توفر غرفة سائق وغرفة حارس. وفيها باركنج تحت. إيه نعم وفيها باركنج بالقبو والبيسمنت. لذلك ليش تحرم نفسك؟ متى ما توفرت لك فرصة شراء العقار لا تنظر لوضع اشتر. لأن هذه مسألة حياة لك ولأبنائك بعد الله ضامن لو قدر الله حدث لك أي شيء. طيب أنا والله مستغل وجودك عشان كذا قاعد أسألك فيها أشياء حتى تهمني أنا كثير. تفضل. إذا جينا نتكلم على العماير لما أشتري في مشكلة كبيرة جدا، أنا بدرج يكون نظيف، في جار عندي مبهام يجي شهر وشهرين مسافر، هذه من يضبطها الآن؟ كأنك تتكلم عن نظام اتحاد الملاك. اتحاد الملاك موجود في دول. نعم. هنا مغيب. لا موجود نظام اتحاد الملاك ولكن ليس كما يفترض. الآن بدأت تعقد دورات كيف تصنع من مدير أملاك رجل مثالي لإدارة عقارك. طيب. وبالتالي الآن اتحاد الملاك ما زال يعملون على قدم وساق في وزارة الإسكان لتنظيم هذه المرحلة. نظام الدولة أو نظام وزارة الإسكان في هذا الأمر أنها تجعل الملاك لهذا العقار يتحدون يعملون مجلس إدارة فيما بينهم ويرشحون شخص يكون هو مدير الأملاك. كيف يحاسب؟ ماذا يحقق من إيراد؟ تضعون الآلي وينسقونها ويضعون
يدفعونها عقد مكتوب بالتنسيق عشان كذا يكون شكل العمارة ممتاز وشكلها نظيف ونستمر ساكنين فيها. هذا صحيح. الشيء الثاني أن هذا فيما يخص النظافة والصيانة بقي أن يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزامها العمائر بتوفير غرفة حارس. لا نكون مثل بعض الدول، بعض الدول ينام تحت الدرج، الحارس ينام تحت الدرج، يجب أن يكون له حارس ويكون دوره عملية النظافة ويكون ملم بالسكيورتي لا قدر الله في حالة الحريق. هذه كلها أمور مهمة جدا. أنت تخدم هذا المواطن، يقول أدفع فلوس بس أعطني خدمة جيدة. أنا استفدت منك كثير المطور العقاري الأستاذ خالد الجاسر، شكرا جزيلا لك. فرصة سعيدة يا أخي، يعطيك العافية. يشرفني يا أخي، وأنا لابد نلتقي ثاني مرة عشان نتكلم في العقار. حول الله وقدر. شاكر لكم، حياك الله يا أخي، استودعتك، حياك الله، السلام عليكم. وزعت جمعية البر الخيرية بمركز عمقة التابع لمحافظة أملج إعانات نقدية للشباب المقبلين على الزواج محدودية الدخل والمستفيدين من الجمعية بدعم من أوقاف عبد الله بن تركي ضحيان بحضور رئيس مركز عمقة عطا الله صبيان الجهني. أوضح رئيس جمعية البر الخيرية بمركز عمقة عيد بن عواد الجهني أن الجمعية عقدت دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، استمرت 3 أيام، استفاد منها 16 شاب بالتعاون مع جمعية السكن للتنمية الأسرية بأملج، واشتملت على النواحي الأسرية والشرعية والنفسية والاجتماعية في العلاقات الزوجية. وأبان إجمالي نفقات الجمعية للإعانة على الزواج بلغت 160,000 ريال، استفاد منها 16 شاب من المستفيدين من الجمعية من محدودية الدخل. وينضم لي من أملج عيد الفايدي رئيس مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية، حياك الله أستاذ عيد. هلا حياك الله. بالبداية الإقبال عليكم من الشباب كيف؟ وكيف شافوهم أصلا اللي قاعدين تسوونه الفترة الماضية؟ أي نعم أخوي، أقول إقبال الشباب عليكم كيف كان الفترة الماضية؟ جيد، إقبالهم جيد. عدد الشباب اللي استفادوا منكم كم هم؟ 16 شاب. إيه. نعم. تسوون زواجات جماعية عندكم ولا لا؟ في الوقت الحالي لا، ولكن مستقبلا بإذن الله في الخطة. ايه. الدورات اللي قبل الزواج دائما قاعد نتكلم عنها كل فترة انه لابد يكون في دورات قبل الزواج، هل هي للشباب والبنات ولا للشباب فقط؟ لا من الشباب والبنات. وكيف كانوا معكم؟ لا الحمد لله حضور جيد، كلهم حضروا اصلا. كلهم يحضرون؟ ايه نعم. طيب بعد ما يحضر الشاب هذا يكتب لكم ملاحظات على الدورة وش اللي هي تحتاج الفترة الجاية، ولا انتم بس خلاص سوينا الدورة ومع السلامة؟ لا نسوي استبيان وندرس الاحتياج المستقبلي بإذن الله تعالى. كم مدة الدورة اللي تعطونها الشباب والبنات؟ 3 أيام. 3 أيام؟ اي نعم. ومين اللي ممكن يحاضر فيها؟ هل يحاضر فيها شيبان متزوجين من أول، ولا أساتذة الجامعات، ولا طب نفسي، ولا اجتماعيين؟ ناس متخصصين في الجانب نفسه. اها نعم. طيب بالنسبه لل 16 شاب اللي انتم اعطيتوهم الان المبالغ الماليه، نعم، والدعم لهم، وش يعني الدعم هذا؟ هل هو بس فلوس وانتهينا؟ هذا فلوس دعم للمشروع للمساعده. ايوه. لمساعدتهم ودفع قوية للشباب في المستقبل، حيث أن الجمعية تسعى في مساعدة الشباب للمقبلين على الزواج بتقديم المساعدة النقدية والعينية لترغيبهم في الزواج وحثهم عليه، وتمكين ورعاية المقبلين والمقبلات على الزواج للمساهمة في خفض نسبة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج. طيب الحديث أنه الشباب قاعدين يستفيدون من خدماتكم هذه، 16 شاب العدد جيد، لكن هل انتم ناويين ترفعون الفترة الجاية؟ بإذن الله سمعت، أنا ولا زال في قائمة الانتظار، يعني في السنة الماضية المشروع قمناه قبل، لو سمحت لي. ايه. قمناه قبل السنة الماضية 20 شاب. اي نعم 40 شاب وفتاة. ايوه. شمل المشروع بتكلفة إجمالية 243,000. اها. بواقع 10,000 ريال نقدي للشخص وأجهزة كهربائية. أجهزة كهربائية لبيته؟ إيه البيت، تنظيف البيت. طيب أنتوا تقولون أنكم يعني عشان العنوسة وكذا شغالين في هالجانب، اللي يبغى اللي رايح لزوجة ثانية عندكم له دعم بعد ولا ما عندكم؟ لا للشروط، له شروط بالنسبة للمقبلين على الزواج، محدودية الدخل،
وان يكون الزوجه الاولى لنساعد الشباب نفسهم على الزواج يعني. جميل. يعني الشباب اللي دخلوا متدني ما يقدر على الزواج. طيب منهم لج عيد الفايدي رئيس مجلس الاداره في جمعيه البر الخيريه، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. تعتبر قرية ذي عين التراثية بالباحة من أقدم القرى التراثية بالمنطقة، قد اختيرت كأفضل قرية تراثية بالمملكة بعد الموافقة على تأهيلها وإعادة ترميمها تحويلها أيضا لمزار سياحي، حيث يتعدى عمر هذه القرية حاجز 400 سنة تقريبا. نشوف هذا التقرير نرجع من ثاني. تعتبر قرية ذي عين التراثية في منطقة الباحة من أهم الأماكن السياحية في المنطقة، وتحظى باهتمام كبير وارتياد من السياح وزوار المنطقة للاستمتاع بجمالها وأجوائها المتميزة. وتعود نسبة هذا الاسم لهذه القرية لاحتوائها على عين ماء غير منقطعة، والتي يتقاسمها المزارعون وفق نظام تم إقراره من قبلهم منذ عهود قديمة وهم ملتزمون به حتى اليوم. هي منطقة الباحة تشتهر بالعديد من القرى التراثية، ويوجد بها أكثر من 232 قرية تراثية أتت في تصنيف الهيئة في المركز الثالث على مستوى المملكة العربية السعودية بعد منطقة الرياض تحديدا. فهناك 58 منزلا تراثيا في قرية ذي عين التراثية تتراوح ما بين الدور إلى الأربعة الأدوار والملحق. وقد بنيت القرية على قمة جبل أبيض من المرو، وزينت شرفاتها بأحجار المرو على شكل مثلثات متراصة، مما أكسب القرية خلفية بيضاء رائعة تدل على سمو ذوق الأجداد الذين اختاروا للقرية هذا الشكل الجمالي. وتضم عددا من البيوت ذات ارتفاعات مختلفة تتراوح من دور واحد إلى أربعة أدوار، يربطها عدد من الممرات التي تم اختيارها بعناية لتسهيل حركة المارة، في حين يأخذ مسجد القرية مكان الوسط بين البيوت. وتشتهر مزارعها الخضراء بإنتاج الموز والريحان والكادي. الحقيقة أن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لديه طموح ليس له سقف في أن يجعل قرية ذي عين نموذجا فريدا في مباني التراث العمراني بالمملكة العربية السعودية، نموذج يحتذى به في التفرد وفي التميز. إنها ذي عين، نعم ذي عين عذبة كمائها، صافية كسمائها، متفردة كبنائها. ويأتي تأسيس جمعية ذي عين التعاونية لتتولى جميع شؤون تلك القرية الأثرية والمحافظة على أملاك أهالي القرية واستثمارها وإعادة تأهيل المباني الأثرية بها، إلى جانب إيجاد فرص عمل لأبناء القرية والأسر المنتجة وتحقيق عوائد مالية مجزية لملاكها وإحياء الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية. لبرنامج الراصد سعيد المزهر الباحة. وينضم لي من الباحة الأستاذ حسن أحمد عارف معرف قرية ذي عين، حياك الله أستاذ حسن. أهلين أستاذ عبد الله، حياك الله، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. الله يعطيك العافية. إخبارية برنامج الرسم. لازم نعرف تاريخ هذا المكان عشان الناس أيضا تعرف قيمة هذا المكان التاريخي. تاريخ هذا المكان ربما أعد المعلومة ذكرتها في بداية البرنامج يا أستاذ عبد الله أن عمرها 400 عام. هذه القرية أرخ بعض المؤرخين بأنها يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، وكذلك في وثائق لدينا بيع أملاك وما أملاك ترجموها ربنا بعض القراء الوثائق القديمة إلى حدود 2000 سنة. فالقرية هذه قرية قديمة يعني ليس لها تاريخ يعني معروف، حتى
نوثقه نهائيا. طيب انه هذه القريه موجوده في قرى كثير عندنا في المملكه وفي مناطق مختلفه، لكن بعض الاهالي ما اهتم كثير ولذلك خربت وبعضها اندثرت. نتكلم عن بدايه الفكره عندكم انه يتحول الى مكان سياحي، كيف بدت هذه الفكره عندكم؟ الفكرة بدأت طال عمرك بتكاتف أبناء القرية في إعادة تربيمها، فكان من حسن الصدف أنه زارنا الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه قبل فترة من قبل تقريبا 3 أو 4 سنين، فوجدنا أن نقوم بالبناء على قد الإمكانية التي لدينا، فأهتم فيها سموه الكريم وحولها هذه القرية، تحولت من الاندثار يا أستاذ عبد الله إلى الازدهار. فأسسنا جمعية تعاونية ووكلناها جميع المهام للحفاظ على القرية، وبدور الجمعية قامت باتفاق مع السياحة لإعادة ترميمها وتأهيلها من جديد للزوار والسواح، والحمد لله تم البدء فيها في أعمالها تقريبا من أكثر من 2 سنين، انتهينا من المراحل الأولى والثانية والثالثة، والآن نهيئها للمرحلة الرابعة إن شاء الله في استقبال الزوار بجميع الخدمات التي تحتاجها القرية أو يحتاج الزائر والمصطاف لهذه القرية. يعني مستوى الإقبال عليها كيف أنتم قاعدين تشوفونه، كيف تلمسونه أنتم؟ والله إحنا وضعنا طال عمرك بوابة ونحصرها من خلال التذاكر للدخول الزوار والسواح، يعود رسومها طبعا للجمعية للحفاظ فيها على القرية، أما أحجار أما بيت بينهار شوية أو باب نصلحه أو جدار ينهدم نبنيه، فدخوله خصوصا في موسم الشتاء يتراوح في أيام الإجازات أو العطل الأسبوعية إلى ما يقل عن 3000 أو 2500 زائر خلال اليومين، وكذلك في الإجازات الصيفية والموسمية في المملكة والأعياد يرتاد كثير من الزوار من شتى أقطار المملكة، بل تجاوزت إلى وصلت إلى الخارج، كذلك زارها وفود وفود وعدة سفراء من المملكة كالسفير الفرنسي البريطاني، حظيت باهتمام كبير من السياحة. ولا أنسى الدور الذي قام به سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود حين كان أميرا لمنطقة الباحة، ثم خالف مع ذلك الأمير حسين بن سعود الذي تشرف حتى بزيارة القرية وافتتاح مهرجانها السنوي الذي يقام سنويا في القرية مهرجان الموز والكاذي، مما جعل هذه القرية شهرة أكبر وأوسع في مجال للزائر والمصطاف والسياح. طيب أستاذ حسن، سجلت في التراث العالمي ولا ما سجلت القرية؟ القرية عالمي وفي اليونيسيف، وتم المقام السامي تسجل القرية هذه ضمن القرى الأخرى في المملكة كالعلا وكمدائن صالح وكالرياض القديمة وجدة القديمة، هذه القرى كان قرية ذيعين انضمت إليها. ممتاز. وصنفت قبل كذا هذه قرية ذيعين إلى في تصنيف السياحة الأول، أن حازت على المركز الأول على كأفضل قرية تراثية على مستوى المملكة. طيب. وربما الآن تراجعت إلى المركز الثالث لتفوق قرية الرياض عليها بعدة منشآتها. طيب الرسوم ورسوم الدخول عندكم كم أسعار الرسوم؟ رسوم الدخول نأخذ على الشخص 10 ريال، العائلة تذكرة مخفضة تتراوح إلى من 30 إلى 40 ريال. هناك رسوم مجانية، الأطفال لا يأخذ عليهم رسوم، كذلك ذوي احتياجات الخاصة، كبار السن، هذا الدخول مجانا يعني لا نأخذ عليهم رسوم. إيش الخدمات المقدمة؟ شيء رمزية يعني تعود للحفاظ على هوية القرية. طيب الخدمات اللي موجودة في مطاعم، في أماكن ألعاب الأطفال في القرية؟ في حديقة يوجد فيها ألعاب أطفال، فيها بعض الأهالي يقدمون الأطعمة، يعني خدمة القرية الأسر المنتجة العاطلين عن الأعمال يسوقوا مزارعهم داخل القرية، في هناك طال عمرك من يبيع الموز. طيب. من يبيع الكاذي، في من يبيع الأكلات الشعبية التي
حريصين الأهالي على أن تقدم الزوار القرية. طيب احنا ان شاء الله داعمين لهذا المشروع وايضا مستمرين معكم في دعمه في كل وقت. استاذ حسن احمد عارف معرف قريه ذي عين، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. مع قريه ذي عين نختم اخر ملفات حلقه الليله، استودعكم الله، مع السلامه.